التفاصيل في سياق التقرير التالي. يعاني الواقع الاقتصادي في سوريا من غياب واضح لثقافة العمل الخاص لدى الشباب السوري، تتجلى في عدم رغبتهم بتحمل مخاطر الاستثمار أو حتى مجرد التفكير بإدارة مشاريعهم الخاصة. تأسيس مشروع بالبلد في له سلبيات في له إيجابيات، بعتبر أنا أو بعتقد أنه السلبيات أكبر، لأنه إذا خسر أكله هو لحاله. ممكن أشتغل أعمل حر بس مو لحالي، يعني أنه يكون في حدا جنبي، أخي، أبي، أنه هيك أي حدا، أنه أنا جزء وهو جزء، أما أنا شيء أعتمد عليه لحالي بس بهذا الذات لا. الجهات الرسمية المعنية بتقديم القروض اللازمة لانطلاق مشاريع الشباب تعاني بدورها من غياب مصداقيتها وترويجها لمدى أهمية أن يقدم الشباب على إدارة أعمالهم. وحتى مشروع تدريب الشباب الذي أطلقته هيئة مكافحة البطالة في سوريا لتأمين عمل الشباب لدى القطاع الخاص لم يشغل على مدى أكثر من سنتين سوى 700 شاب، علما أن عدد المتقدمين تجاوز 6500 شاب. خلال عدة مقالات أو تحقيقات بما يتعلق بالشباب والعمل الحر تبين أنه في حالة فرض التحول اللي صار بالسوق الاقتصادي أو التحول الاقتصادي الاجتماعي اللي عم بيحصل بسوريا. هذا الواقع الجديد بدأ يتطلب الشباب أو كوادر شابة مبادرة، كوادر شابة يكون في عندها روح المبادرة أو يكون في عندها ثقافة العمل الخاص أكثر. الشباب نتعود على تلقين المعلومات ابتداء من حياتهم الاجتماعية انتهاء بحياتهم التعليمية. من هالفكرة أو من هالمنطلق انطلقت جمعيتنا بأفكار خلينا نقول جديدة بالمجتمع، وهي حاجة شبابنا إلى من يوجه قدراتهم. بعد ما نوجه قدراتهم نحن بنحاول طبعا نوجه القدرات بالشكل الصحيح، بننمي أفكارهم الإبداعية ضمن ثقافة العمل الحر. ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر من أي وقت مضى بحسب الخبراء هو تغيير العقلية التي تدار بها العملية الاقتصادية لتتناسب مع معطيات الواقع الجديد بشكل يتيح الاستفادة من طاقة الشباب الإبداعية. عقود طويلة رسخت في ذهن الشباب السوري ثقافة العامل الموظف، وخطوات كثيرة يتوجب على الجهات المعنية اتخاذها لتغيير آلية تفكير الشباب السوري تجاه العمل الحر. جورج كدر، الاقتصادية، دمشق. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. حملات في الأسواق الفلسطينية على الأغذية الفاسدة، وريبسبول وشيلتر.